أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. هنكمل موضوعنا اللي هو موضوع التفكير الإنساني، وهنعرف بقى النهاردة إيه أهمية التفكير. التفكير ليه مهم؟ ليه ربنا ادانا التفكير؟ ليه ربنا ميزنا عن بقية الكائنات بيه؟ قال لي لأن التفكير أنا بقدر من خلاله أحدد التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي، لأن كل ما الإنسان تقدم فكريا كل ما قدر يتقدم في حياته. مش احنا اتفقنا في الاول خالص ان التفكير هو اللي ساعدنا على قيام الحضارات؟ قال فبالتالي يتوقف التقدم العلمي والتكنولوجي على التقدم الفكري اللي بيكون نتاج لعمل المخ البشري. المخ البشري اللي يعتبر آلة التفكير، المخ اللي احنا بنستخدمه عشان خاطر نفكر. قال فبالتالي التفكير ده هيساعدنا ان احنا نتقدم. طب ازاي؟ يعني هو مهم قوي، بيعمل ايه؟ قال تعالى انا كده ناخدها واحده واحده. اول حاجه لما انا افكر هي بالنسبه لي هتبقى منفعه عمليه ليا انا كفرد. ليه؟ قال لي لان انا المفروض محتاج انجح ومحتاج اتفوق. عشان انجح واتفوق يبقى انا محتاج ان افكر كويس قوي، لان عشان خاطر اوصل للهدف اللي انا عايز اوصل له يبقى لازم ارسمها. برافو، ارسم الخريطه، احط الخطه. يبقى انا بالتالي التفكير بتاعي عمليه ذهنيه نرسم بيها خريطه العمل المؤدي لتحقيق هدف ما. انا هدفي ايه؟ ان انا انجح واتفوق، يبقى لازم افكر تفكير جيد عشان لما اتحط في اي موقف فيه تنافس، عشان لما اتحط في امتحان صعب، عشان لما اتحط قدام حاجه صعبه محتاج ان انا افهمها، يبقى محتاج ان انا اشغل مخي فهقدر ان انا انجح واتفوق في حياتي. يبقى كده اول حاجه انا بتعلم افكر ليه عشان خاطر في اي موقف انا هبقى موجود فيه هنجح. هو النجاح بس في المدرسه؟ لا طبعا، النجاح في كل موقف هيواجهني، في كل مشكله هحتاج ان انا اوجد لها حل. فبالتالي كده انا كشخص اتعلمت ان انا طول الوقت بفكر علشان طول الوقت انجح. النجاح مش صعب. طيب قال لي عندي حاجه تانية، الطالب مثلا اللي بيشارك في مسابقه الالقاء عشان يحصل على المركز الاول، هو عشان يحصل على المركز الاول الموضوع ده صعب؟ قال لي اه طبعا صعب على فكره. هو مش المفروض ان انا بدخل في مسابقه فيها ناس ممكن تكون احسن مني؟ يعني محتاج ان انا اتمرن كويس قوي، محتاج ان انا ارتب كده دماغي واعرف ايه اللي يتذاكر، ايه المعلومات ان انا محتاجه اعرفها مثلا في اللغه العربيه اكتر، محتاجه ابقى شاطر في النحو، عندي جرأة في شخصيتي عشان اقدر لما اعمل القاء كده على اللي قدامي اقدر ان انا اقنعه بطريقتي، اقدر ان انا يكون عندي ثقه بنفسي. الموضوع مش صعب بس محتاج مني تخطيط. التخطيط بتاعي ده اقدر من خلاله ان انا اوصل لاي حاجه بشكل ايه؟ بشكل سهل. في الاول بيمثل لي صعوبه، بحس ان هو لا كتير، لا مش كتير، اقدر ان انا اركز، اقدر ان انا ارتب نفسي، اقدر ان انا امشي على خطوات ثابته، فاقدر ان انا انجح في اللي انا عايزه. قال لي محمد صلاح، اللاعب المشهور محمد صلاح، اللاعب المشهور محمد صلاح ده وصل للعالميه، هو وصل للعالميه بشكل سهل؟ قال لي لا طبعا، هو تعب لغايه اما وصل لده، بس هو قدر عن طريق انه يستغل قدراته اللي موجوده، قدر ان هو يخطط ويوصل لطموحه، استغل قدراته الجسديه، استغل قدراته ان هو بيحب لعبة الكرة، فقدر ان هو يحقق الطموح بتاعه. هل بقى كان هيقعد كده يقول انا مش هعمل حاجة، انا مش هقدر ان انا اوصل؟ لا، هو حط لنفسه الهدف وربنا قدر ان هو يكرمه ووصله للهدف الجميل اللي هو موجود فيه. طيب اقدر ان انا احقق حاجة اسمها المنفعة العامة. ايه المنفعة العامة دي؟ قال لي مش احنا في الاول قلنا ان انا هقعد افكر تفكير جيد عشان انجح؟ يبقى اكتساب مهارات التفكير الجيد هيخليه دايما يساعده على اصدار الاحكام في حل مشاكله، ويقدر ان هو يواجه كل المشاكل بتاعته. ما انا كلنا بنمر، احنا كلنا بنمر بمشاكل. المشكله عشان خاطر اقدر احلها اول حاجه لازم اواجهها، لازم اعرف ان انا عندي مشكله، ما ينفعش ان انا اهرب من مشاكلي، انا لازم اواجه المشاكل بتاعتي. طب انا هواجه المشاكل بتاعتي ازاي؟ او انا عندي الخبره، انا عندي القدره ان انا انجح، انا قادر ان انا ادخل اي موقف. ما هي المنفعه العمليه بقى للفرد، انا قادر ادخل اي موقف وهنجح فيه. طيب الموقف ده بقى محتاج مني ايه؟ ان اي مشكله انا هتواجهني هقدر ان انا احلها. قال لي زي مثلا توجيه الطلاب وتدريبهم على حل الاسئله. انا ايه اللي بيخليني اساعدك ان انت تحل اسئله كتير؟ ايه اللي بيخليني اقول لك ذاكر اول باول وطبق بالاسئله؟ انا هنا بقدر اخليك تحصل على اعلى الدرجات، انا بمرنك، انا بحاول بقدر الامكان اقول لك اكتسب مهارات التفكير الجيد اللي هتساعدك على النجاح والتفوق.
لما يواجهك سؤال صعب اقف قدامه كده شوية، حاول تفكر فيه، حاول ان انت تسترجع من المذاكرة اللي انت ذاكرته، هتلاقي الموضوع بالنسبة لك اصبح سهل، اصبح سهل. كل حاجة في الاول بنحس ان هي صعبة وكبيرة، بس لو حاولنا معاها مرة واثنين وثلاثة هتبقى بعد كده سهلة. فانا كده حققت المنفعة العملية ليا انا، وقدرت احقق المنفعة العامة بان اي مشكلة بتواجهني بقدر احلها. لو كل واحد فينا قدر ان هو يحل مشاكله، المجتمع بتاعنا هيبقى مجتمع كويس، مجتمع متحضر، محدش فينا بيسبب مشاكل للتاني. قال لي طيب الصحة النفسية، الصحة النفسية دي يا ميس، مش انت لما بتواجهك مشكلة بتحس ان انت بعد ما حلتها مرتاح؟ لما بتروح مكان جديد وبدأت ان انت تتأقلم مع المكان ده وتتكيف معاه بتبقى مرتاح؟ طب انا لو رحت مكان جديد والمكان ده ما عجبنيش ايه اللي هيحصل؟ مش قادر اكمل فيه. فبالتالي الصحة النفسية بتأثر عليك ليه؟ قال لي القدرة على التفكير الجيد يساعد الفرد على الراحة النفسية، حيث تمكنه من التكيف مع الأحداث في عصرنا. قادر ان انا اتكيف، قادر ان انا اتأقلم. ينفع تتأقلم على موقف انت هو مش عاجبك؟ لا مش هقدر. يبقى انا محتاج هنا ان انا افكر كويس قوي عشان اقدر اتأقلم، ايه المشكلة اللي اقدر احلها. لو وصلت بقى خلاص ان انا اديت كل الحلول ومش قادر ان انا احل، خلاص ساعتها ممكن تاخد قرار ان انت تغير المجال، تاخد قرار ان انت تغير المكان براحتك، بس انت قدرت تدي اكتر من حل عشان تقدر تتكيف. زي مثلا انا حسيت بالراحة النفسية لما حصلت على مجموع حلو في ثانوية عامة، انا نجحت وجبت درجة كمان حلو، الله ده انا شغلي اللي انا عملته طول السنة جاب نتيجة. تحس ان انت عندك راحة ان تعبك اللي انت تعبته في الاخر وصل لك بنتيجة كويس. يبقى انا كده حققت المنفعة العملية انا ليا انا، وحققت المنفعة العامة بان انا حليت المشاكل بتاعتي اللي بتواجهني، وقدرت ان انا يكون عندي صحة نفسية وراحة نفسية. قال لي عندي حاجة كمان بقى، التفكير مهم في انه بيساعدني على التحليل والتقويم والنقد. تحليل وتقويم ونقد موضوع كبير قوي كده يا مس. ليه؟ انت عشان خاطر تحل مشاكلك محتاج ان انت تحللها، تفصصها لاجزاء. كل مشكلة زي ما قلنا بتبتدي كبيرة. المذاكرة بالنسبة لي الكتاب ده، كل الكتاب ده هذاكره، هذاكره، بس انت هتذاكره كله مرة واحدة؟ لا، انا هذاكره ايه؟ حتة حتة. فانت هتقسمه لأجزاء، وبعد كده يبقى عندك القدرة ان انت تقيم الموقف اللي انت موجود فيه او تقيم المادة، وتقدر تنتقدها ان انت تشوفها حلوة ولا وحشة، ايه الحاجات الكويسة اللي اتعلمتها منها وايه الحاجات مثلا اللي ما استفدتش منها. قال لي فبالتالي انا في حياتي بقدر اعمل كده ازاي؟ قال لي المفروض ان انا التفكير هيساعدني ان اي موقف هتحط فيه، اي اشخاص هتعامل معاهم، هيبقى عندي القدرة ان انا ما تأثرش باي حد. عندي القدرة ان انا احلل كل التعاملات اللي الناس بيتعاملوها معايا. قال لي فاكتساب التفكير الجيد هيساعد الفرد انه يحميه من التأثر بافكار الاخرين وآرائهم الهدامة التي لا تتفق مع عقيدته. في ناس كتير، في مثلا شباب كتير بيحاولوا يوقعوا اصحابهم في الغلط، ويعلموا مثلا ان هو يزوغ من المدرسة، يعلموا ان هو يبقى سلوكياته مش كويسة. فبالتالي انت عندك القدرة ان انت تميز ده طريق صح ولا طريق غلط. ليه؟ انا قادر احلل اللي قدامي ده بينصحني بالصح ولا بينصحني بالغلط. فانا بالتالي قادر اميز مين اللي اتعامل معاه ومين اللي ما اتعاملش معاه، لان انا عارف انا متربي ازاي، عارف انا طريقه تفكيري ازاي. فاي حد هيحاول ان هو يغير طريقي ويحاول ان هو يديني حاجات ممكن تخلي الناس ما تتقبلنيش ويكرهوني لان سلوكياتي بدات انها تتغير، لا 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 لا، انا مش هتاثر بالناس دي، انا عندي الفكر اللي يقول لي ان الطريق ده غلط انا مش همشي فيه. فبالتالي هيحميني ان انا اتاثر بالناس دي عن طريق منعها بمبرر ذات عقلية مقنعة. انت تقدر تقول لقدامك لا انا اسف، انا مش عايز اتكلم بالسلوك بالطريقة دي مع مدرسيني، انا مش عايز مثلا اتغاضى عن مشاكلي وما ذاكرش وفي الاخر ازنق نفسي في اخر السنة في الامتحان، لا انا هذاكر اول باول. انا مش عايز امشي في طريق مثلا ان انا ازوغ من المدرسة. ليه ازوغ من المدرسة؟ ما انا اروح المدرسة وافهم واسمع كل الحاجات واروح اذاكر عشان انا في الاخر انجح ويبقى معايا شهادة واحدد نفسي مكانة في المجتمع. انت حاطط لنفسك خطة ماشي عليها، فعندك المبررات اللي تقنعك ان الطريقة اللي انت ماشي بيها صح. في بقى اي حاجة غير قابلة للنقد؟ لا، كل موقف بتتعرض ليه قابل للنقد، بس يكون قدراتك العقلية طبعا تسمح بكده. يعني الطفل الصغير دايما بابا وماما بيحاولوا يقولوا له اللي انت بتعمله ده لا، المرة دي ده صح، لا ده غلط، ما ينفعش تعمل كده. لكن انت كل ما بتكبر المفروض خلاص بقى بتحمل مسؤولية، ففي حاجات ما ينفعش تعملها.
فتنتقد فيها. في مواقف انت لما تيجي تتعامل مع اصحابك لا بتنقدهم فيها، ما ينفعش احنا نعمل كده على فكرة، الموقف اللي احنا هنعمله ده حاجة مش كويسة. تخيل بقى ان نقد افلاطون سقراط، سقراط ده استاذ اصلا افلاطون، هذا سقراط افلاطون ارسطو، سقراط استاذ افلاطون، وعلى الرغم من كده افلاطون لقى ان في اراء قالها سقراط هو ما اقتنعش بيها. طب سؤال بقى، هو افلاطون لما اعترض على اراء سقراط هو اعترض عليه وعلى صوته وقال له ايه الكلام اللي انت قلته ده؟ لا، هو انتقده بمبررات عقليه، جاب الافكار بتاعته وبدا ان هو يحللها ويقول له لا والله الحته دي انت اسات فيها يا سقراط، الحته دي مثلا اصبت فيها. زي مثلا نقد الجاليليو لاراء ارسطو، ارسطو برضه من فلاسفة الأوائل، أرسطو في حاجات هو قالها العلم بعد كده أثبتها أن هي غلط، وجاليليو من العلماء. يعني مثلا أرسطو كان مقتنع أن الأرض هي مركز الكون، جه بعد كده جاليليو قال يا جماعة لا الشمس هي مركز الكون. هو نقد آراء أرسطو مع أن أرسطو في الفترة دي كانت مكانته عالية جدا. يبقى أنا كده عرفت أن التفكير الإنساني مهم جدا، هيحقق لي المنفعة العملية، هيحقق لي المنفعة العملية ليا أنا كفرد، هيحقق لي المنفعة العامة، هيقدر إن هو يخليني أكتسب الصحة النفسية، هيقدر إن هو يخليني عندي القدرة على التحليل والتقويم والنقد. يبقى أنا كده اتعلمت إن التفكير مهم بالنسبة لي عشان يخليني أنجح في حياتي، وإن شاء الله دايما ناجحين، وإن شاء الله أشوفكم على خير.